10. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن، هو يعني من اللي انت شايف الفتره اللي فاتت، هل النادي الاهلي او مستر فايلر يعني خلينا نقول ان هو بيحاول يقلل اعمار اللاعبين داخل النادي الاهلي؟ ده طبيعي لانه الاعمار الكبيره بقت قليله، اللي موجوده في التيم بقت قليله. النهارده مشي شريف وهو ما كانش بيلعب، وحسام كان لعبه قليل جدا. موجود دلوقتي مين؟ هو وليد والشناوي بالنسبه لحارس مفيش حد المرمى. تاني يعني. حارس المرمى ما تبصش فيها يعني يعني. هو ولا لجنه التخطيط هما اللي يعني توجه لا من المدرب، ولا اللي يبقى لجنه التخطيط؟ بص، عشان نفرق لجنه بس. التخطيط مع فايلر بيحطوا البلان بتاع مستقبل التيم تمام. الفني، البلان اللي هو في وقت انت عايز تنزل بالاعمار، بيبقوا مع بعض هما الاثنين ويناقشوا المراكز. يعني كل اللي حصل دي اراء فايلر الفنيه. في حاجات هيحصل فيها صدام، يعني في حاجات هيحصل فيها صدام. يعني من وجهه نظري انا بشوف انه ازارو استحق، يعني ما ينفعش انك تسيبه، ما ينفعش انك تسيبه خالص، لانه انت جربته وكان هداف الدوري معاك ولعيب كويس. محتاج ايه يا كابتن؟ لا، الفتره اللي كان وحش فيها كان التيم كله ناقص حاجات كتير، محتاج كان ايه في دروب كابتن؟ في ده التيم، يقول ايه محتاج ايه؟ ومحتاج انه ياخد ثقه فايلر. وفايلر قال رايه بصراحه، فهنا في مشكله. قال انه ازارو لا يناسب خطط الفنيه، ده معناه انه مش عايزه، ده معناه انه مش عايزه. فمن دلوقتي النادي الاهلي عارف ان ازارو اعاره، لازم يفكر ازاي هيعرف يبيعه، لانه هو قالها صراحه في الحديث مؤخرا اللي هو قال. اتكلم ان هو لا لا يشتغل على لا لا الجزء انا شفت، الهجمه المرتده لا انا كويس، شفت قال لك الاداء لا اللي انا سمعته يناسب يعني. خطط الفنيه، يعني لا يناسبه. فلازم النادي الاهلي يبقى يعمل هولدنج شويه، او حظ وحش لانه كان ماشي كويس مع الاتفاق، عشان يعرف يبيعه ويتباع بشكل كويس. يعني هو لانه عرض الاتفاق ما زال موجود اعتقد يا كابتن، انا ما الجزء اعرفش، الشراء النهائي بين عرض ولا لا، لكن في النهايه في حاجات لازم تتفق فيها اللجنه، لجنه التخطيط مع راي الفني. عمليه تحديث الفريق طبعا لازم يكون ليهم اراء، لانه مش مرتبط باختيارات بس، مرتبط بالاقتصاد كمان.